يحتفل أهالي مدينة توسكانا الإيطالية بمرور 300 عام على صناعة أقدم نوع من النبيذ. وبهذا الاحتفال يحرص صاحب أحد متاجر بيع النبيذ على عرض زجاجة من النبيذ يعود صنعها إلى عام 1716. مدينة توسكانا هي من المدن الإيطالية التي تشتهر بزراعة العنب وصناعة النبيذ، وتصدر أحد المعاصر ما يقارب 35 مليون زجاجة نبيذ سنوياً، وترتيبها هو الخامس عالمياً في إنتاجه. إنك مانفريد هو صاحب محل ومخزن كواركابيلا الإيطالية. قبل 300 عام كانت هذه المنطقة تسمى بحديقة الشعب، كون الجميع كان يسعى لزراعة العنب وصنع النبيذ. اليوم نحن نتوارث ما تركوه لنا ونستمر على خطاهم، ويمكن أن نقول حتى أكثر منهم. الآن نقوم بعلاج الكروم العنب ومتابعة حالتها، إضافة إلى الأرض لكي تعطينا منتجا قيما. تعودنا نحن النساء على الصبر، عملنا يبدأ وينتهي ضمن موسم واحد، ولكنه عمل جميل. أنا اليوم باتت لدي خبرة أكبر بكثير من السابق، وأعرف عما إذا كان الإنتاج هذا العام سيكون جيدا أو غير ذلك. موسم الأعناب وانتظاره هو الحال ذاته التي تشعر به المرأة الحامل وهي تنتظر قدوم مولودها. يأتي الزوار من مختلف البلدان لهذه المدينة بغية أن يشربوا القليل من النبيذ المصنع محلياً، ومن بينهم ضياء خانة السائحة الكندية. بعد الانتهاء من شرب كمية بسيطة من النبيذ تشعر بأنك ترغب بشرب المزيد، فمذاقه رائع حقاً، وتشعر وكأنه شيء ناعم يدغدغ فمك، إنه لذيذ حقاً. جميع من يعمل في هذه الأراضي يجب أن تكون لديه الخبرة في قطف العنب لكي لا يؤذي كرومها، كما عليه أن يكون حريصاً ودقيقاً عند مسكه تلك العناقيد الخجولة. بعد أن يتم قطف العنب يتم أخذها إلى المعاصر، وهناك يتم تنظيفها ثم عصرها، وبعد ذلك توضع بخزانات خشبية لتتحول من بعدها إلى نبيذ. نحن الآن في بوردو الفرنسية في مطعم لا جران ميزون، والذي سوف يشرف على مطبخه الشيف الذي اختاره زملائه الأفضل بالعالم لسنة 2015 بيير غانيير، وهو الأهم كما وصفه زملائه بالمهنة. تحدي كبير سوف يقوم به بيير لتغيير الأطباق التي اعتاد عليها الناس، وبعد العديد من المفاوضات معه وافق على أن يخوض هذه التجربة، ويعتقد بأنه سوف يربح جولته في جراند ميزون، خصوصا وأنه الطاهي الأهم في العالم. في البداية عندما اتصل بي للعمل هنا كنت أقول بيني وبين نفسي لا، أنا لا أريد، وبعدها قلت ولم لا، علي تسلم هذه المسؤولية، أنا لست خائفا. ولكن اسم هذا المطعم معروف لدى الناس والحال نفسه مع وجباته، فكيف علي أن أغير ما تعود عليه عشاق هذا المكان؟ جميع من يعمل إلى جانب بيير سعداء، فهم سوف يكونون مع أفضل طاهٍ في العالم، وسيتعلمون منه، وهو من الأشخاص المحبين أن يتعلم من حوله فنون الطبخ.
الطاقم الذي يعمل معي لديه خبرة جيدة ومهارة عالية في العمل. أنا لست خائفا من شيء، ولكن هذا المكان ينقصه بعض الأشياء لكي أستطيع أن أقدم كل ما لدي، خصوصا أنني أعمل ببوردو وهي تعد من كبرى المدن الفرنسية. أصناف الطعام التي يرغب بصنعها بيير ستكون متنوعة، هناك التقليدية وأيضا حديثة الفكر. أنا حريص على أن أحافظ على أصول الطبخات التقليدية، ولكن يجب أن أضيف بعض الأصناف الجديدة، وهنا علي أن أقنع الزبون بهذه الأصناف. أغلب السياح الذين يرتدون بوردو هم من آسيا ولهم مذاق معين في الطعام، لذا يجب على بيير أن يقدم لهم وجبات تناسب أذواقهم. أنا الآن في مغامرة فرنسية أبطالها من العالم أجمع، لكن الآسيويين هم الأغلب، لذا أنا قمت بدراسة هذه المدينة ومن يزورها، ولحسن الحظ إنني عملت في شرق آسيا لمدة طويلة، لذا أنا أقول ما سأقدمه هنا ليست أطباقا فرنسية فقط، بل من طوكيو وهونغ كونغ أيضا. أصبح من المعروف بالعالم العربي أن أكثر الدول المهتمة بتصاميم الحجاب الإسلامي هي تركيا، واليوم يبدأ التحضير لعرض آخر التصاميم والصيحات لهذا الزي الجميل في إسطنبول. سويريا فرانكا متخصصة في مجال الأزياء وتحديداً ملابس المحجبات تحدثت عن هذا اللباس وقالت: بقدر ما أعرف أن حركة هذه الموضة متواضعة، وأغلب من يرتدين الحجاب يحاولن أن يكون قريبات من الموضة، إذا كان من خلال الحجاب أو الملابس، لأنها تريد أن تبدو جميلة فيه. وأنا أسعى في تصاميمي على أن أقول بأن زينا جميل، ولا أتمنى أن يستبعد من عروض الأزياء العالمية. الناس تأتي من كل أنحاء العالم إلى تركيا، ليس فقط للسياحة وإنما للتسوق، فهي من البلدان المنتجة والذواق في عالم الأزياء. وفي جولتنا التقينا بالآنسة داليا من المملكة العربية السعودية، أتت للتسوق من تركيا. أنا معجبة بالأتراكي، وأتيت إلى هنا بدون أي شيء، وسوف أقوم بشراء كل ما أريد من هنا. رغم التطور الكبير والانفتاح على العالم الغربي، بقيت تركيا من البلدان الأولى التي تهتم بالزي الإسلامي وتطويره. بالإضافة إلى هذا، فإن تركيا هي من البلدان المصدرة لهذا الزي وبشكل كبير في هولندا وفرنسا، ومع المطالبة من البعض بمنع دخول المحجبات إلى الدول الأوروبية، ازدادت مبيعات الزي الإسلامي في فرنسا بمعدل 30%. مؤسس موقع مودنيسيا لأزياء المحجبات السيد كريم توري تحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل. لقد ازدادت نسبة مبيعات موقعنا في هولندا بمعدل 20%، أما فرنسا فوصلت إلى 30%. نحن نقوم بعرض أجمل الأزياء عبر موقعنا، وزبائننا لسنا فقط من المحجبات، إنما السافرات كذلك. الجدل يدور، ولكن يبقى لهذا الزي الجميل رونق وإطلالة جميلة جدا.
وإلى كوريا الشمالية حيث بدأت الاحتفالات بمهرجان الألعاب الوطنية للقفز. إنه مهرجان سنوي يقوم به الناس بالقفز، على الرجال أن يقفزوا عائقاً للوصول إلى قلب الحبيبة، أما النساء يجب أن يقفزن أو يتمرجحن لنقطة عالية يتم تحديدها من قبل لجنة تختص بهذا اليوم. ويبقى عامل السرعة للوصول إلى الهدف هو الأهم لفوز المشتركين. وتقام هذه الألعاب بمحيط حديقة بيونغ يانغ في كوريا الشمالية. هذا الرجل يقوم بالركض وعليه أن يقفز ليصل إلى حبيبته التي تنظر إليه من أعلى الشرفات، وهي قفزة كان يقوم بها الأجداد منذ القدم، كما هو الحال مع الأرجوحة التي تشارك بها السيدات. وهذه الأرجوحة كنا يعتقدن بأنهن إذا وصلن إلى الهدف فإنهن سوف يتزوجن، أما اليوم فهو مجرد إحياء لهذه الموروثات التي تركها لهم الأجداد. التأرجح في السابق كانت لعبة جداتنا، ومن خلالها كنا يعتقدن بأنهن إذا لمسن طبق الورد بسرعة فهي سوف تتزوج. لعبة أخرى وهي القفز على اللوح الخشبي أو كما يعرف بالميزان، تقول عنها كيم جونغ سون: كنا في السابق يلعبن هذه اللعبة لكي يتمكن من رؤية الأشياء التي لا يمكن رؤيتها وهن في داخل المنزل، لذا يبدأن بالقفز وينتظرن إلى خارج محيط المنزل. إنها ألعاب جميلة حقا، وأنا أعتقد بأن هذه الألعاب تزيد من شجاعة وجرأة المرأة، وهي رياضة بالوقت ذاته. ما تمر به اليونان من أزمة اقتصادية دفع بعض الأفراد للاتجاه نحو المكتبات وقراءة بعض الكتب التي يستطيعون من خلالها أن يجدوا مهنة أو حرفة جديدة تستطيع أن تؤمن لهم مدخولاً مادياً جديداً، وهذا بنظرهم سيساعد في تحسين الوضع الاقتصادي في اليونان بشكل عام، فالسياحة غير كافية لتحسين اقتصادها. نيكولاس هو الشريك المؤسس لدراجة المطبخ، يرى بأن على الأشخاص الذين يمتلكون دراجة هوائية غير صالحة ولا يرغبون بإصلاحها أن يسلموها له لكي يقوموا بإصلاحها وتسليمها إلى المطاعم بغية لتوصيل المجاني، فهذا سيزيد من البيع وسيحسن دخل المطعم إضافة إلى الاقتصاد. ويبدو أن معاناة اليونانيين ازدادت مع دخول اللاجئين السوريين والأفغان إلى اليونان، ولكن وجد البعض أنه يجب الاستفادة من هؤلاء اللاجئين، وذلك بسرد ما حدث لهم في مدد الحرب التي عاشوها بشكل كوميدي لكي لا يشعروا بالأذى أو المضايقة أو حتى تذكيرهم بمعاناتهم بطريقة ممكن أن تزعجهم. وفي جولتنا وجدنا أيضاً محلاً لبيع العصائر الطازجة قاموا بكتابة اسم محلهم على الطريقة الأمريكية والتي تعرف بالهيب هوب. الفواكه الطازجة هي من أهم الأشياء التي يتناولها الفرد اليوناني، ومحل العصائر ازدادت في الآونة الأخيرة والإقبال عليها بشكل كبير جداً، ليس فقط من قبل اليونانيين إنما السياح كذلك. وكل هذه الأفكار دعا لها وزير المالية اليوناني لمساعدة اليونان ولو بشكل بسيط للخروج من أزمتها. افتتح في العاصمة الفرنسية باريس متحف للرسام والكاتب المسرحي والشاعر الإنجليزي
أوسكار وايلد في معرض غروسفينار، وتم من خلال المعرض عرض بعض الأعمال الذي قام برسمها أوسكار. رحلة طويلة عاشها أوسكار مملوءة بالمآسي والأوجاع، كانت هي الدافع لكل الإبداعات التي أخذت مجدها بعد وفاته في فرنسا. ها نحن في معرض غروسفينار في الغرفة الثانية. كما تشاهدون لوننا الجدران باللون الأحمر، كذلك الأقواس لكي تلائم لوحات الراحل أوسكار. قبل افتتاح المعرض بقليل تم عرض فيلم وثائقي يحكي سيرة حياة أوسكار على الحضور، ومن ثم توجهوا إلى داخل المعرض لمشاهدة أعماله وبعضا من مقتنياته وكذلك كتاباته. وتم وضع سماعات للأذن إلى جانب كل لوحة ليتم من خلالها سماع قصة هذه اللوحة وتفاصيل رسمها. لم يكن هناك أي معرض لأوسكار وايلد في باريس. هذا هو المعرض الأول له. كان يتمنى أن يرى أعماله في المعرض وهو حي، ولكن شاءت الأقدار أن توضع اليوم بعد وفاته. أوسكار القادم من إيرلندا الإنجليزية لم يكن يتقن اللغة الفرنسية بطلاقة، ومع هذا فإنه كان لا يجتمع إلا بأهم الكتاب والأدباء الفرنسيين وغيرهم، ومن بينهم مالارامي، غانكار وفيرلين. هذا المكان سيكون أشبه بالحج لمن يهتمون بأعمال أوسكار، هذا المبدع الذي عاش الفقر واليأس هنا وتوفي في فرنسا بعيدا عن وطنه. لذلك نحن اليوم نكرم هذا المبدع في معرض غروسفينار. ألوان ونقشات مميزة تحتويها الأقمشة الشمعية في أباجان بساحل العاج، ويقوم بتصميم أشكالها مصممون متخصصون بهذا المجال. بعد أن تخرج من مخازن تلك المصانع تذهب إلى الأسواق ليتم تسميتها هناك حسب اللون والنقشة. الطريف بهذا الموضوع إنهم يطلقون عليها عبارات تخص الحياة الزوجية، مع الرجل مثل ناكر للجميل أو زوجي الوفي أو الخائن. أصحاب المصانع المهمة بدأوا بالشكوى بسبب تقليد صناعتهم وطرحها بالسوق بأسعار أقل من سعر التكلفة الأصلية بكثير. وبحسب ما قال مدير المصنع بأن الأسعار لدى بعض الناس تكون غير ملائمة، لذا هم يلجؤون لشراء الأقمشة المقلدة. وترى بائعة أقمشة في السوق توضح لنا ما يجري هناك. أنا أبيع الأقمشة من مدة طويلة، وهاتان القطعتان، واحدة أصلية والثانية صناعة عادية. نوع القماش يشبه الثاني نوعا ما، ولكن هناك فرقا بالسعر. هذه اسمها قبلني حبيبي، وهذه اسمها ناكر للجميل. تسميات مختلفة يطلقها أصحاب المحال على هذه الأقمشة، والاسم يلعب دورا كبيرا في بيع القماش والترويج له. العواكوني بائعة في سوق أباجان الشعبية ترى بأن قيمة أسعار المصانع الكبيرة عالية جدا، وقالت: أنا أعلم إنها ماركة تجارية مهمة، ولكن لماذا هذا الغلاء في السعر الأصلي ودخل الفرد بسيط ومحدود؟ الناس تبحث عن الأقمشة الرخيصة هنا. كثرة الأقمشة الشمعية المخصصة لصنع الأزهار كثيرة في هذا السوق، ومن مناشئ متنوعة، يأتي البعض منها من الصين والهند. وحتى مع استيرادها من هاتين الدولتين تبقى أسعارها مناسبة للأباجانيين. جان لوي الرئيس التنفيذي لشركة يونيواكس يشرح لنا سبب غلاء الأسعار.
بصراحة شركتنا تنتج كميات كبيرة من الأقمشة وأسعارها اعتيادية. يمكن للبعض أن يراها بأنها باهظة الثمن، لكن بالحقيقة جودة إنتاجنا عالية من حيث الخامات المستعملة والتصاميم والطباعة والشمع الذي يدمج مع القماش. ولا ننسى بأن لدينا عمالا أجورهم ليست قليلة، وهناك مصاريف أخرى تدفعنا لوضع سعر معين على منتجاتنا. يراها البعض باهظة الثمن، ولكن الحقيقة غير ذلك. نبقى أن نقول لولا تعدد الأذواق لبارت السلع. وصلنا الآن إلى تايلاند. سوف نشاهد مع بعض الاحتفال بخمسينية فرس النهر الذي يعيش في حديقة الحيوان. ويعد فرس النهر من الحيوانات المفضلة لدى الأطفال بتايلاند. تجمع كبير واحتفال حضره مجموعة من الأطفال والطلبة لكي يغنوا لهذا الحيوان هابي بيرثداي. وكانت كعكة العيد ليست كما نعهدها. هنا سنراها مجموعة من الخضروات والفواكه المحببة لهذا الحيوان مثل الخس والجزر والبطيخ الأحمر والعنب، وتزيين القالب بالخبز التايلندي المحبب لهذا الحيوان. عندما حان موعد إطفاء الشموع تم فتح باب القفص لهذا الحيوان ليحتفل بعيده الخمسين. مساعد مدير حديقة الحيوان السيد أنسورن يحدثنا عن هذا الاحتفال. اليوم هو العيد الخمسين لفرس النهر فير، ولقد عاش في حديقتنا لمدة طويلة، ويعد هذا الحيوان هو الأقرب لقلوب زائرين الصغار. الاحتفال كان جميلا، وشارك الأطفال مجموعة من الأشخاص الذين ارتدوا ثياب الدمى والبهلوانات، وأطفوا على أجواء هذا اليوم البهجة والسرور في قلوب الصغار. لقد سمعت عن هذا الحيوان كثيراً، واليوم أتيت من مكان بعيد في تايلاند مع مدرستي لنحتفل بعيد ميلاده. أنا مسرورة حقاً، ولكني خفت عندما أخرج من بيته لأنني لم أكن أتوقع بأنه كبير إلى هذا الحد. Number two.